بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي
محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه
ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم
قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.